بقول لك ايه، مش عايز اروح دروس النهارده. عم انا موافق بس عندي شرط. اشرط يا سيدي. بس انا مش هطلع الجنيه من الجيب، انت اللي تعزمني على الاكل النهارده. يا عم انا موافق، الفلوس كتير وما بتخلص. عزمك على اللي انت نفسك فيه، واول عزومه دلوقتي الكليبات. يا استاذ يعني ايه مستواه مش كويس؟ وبعدين تديله 2 من 10 في الامتحان، هي دي درجه؟ وبعدين انا بصرف عليه دم قلبي ليه؟ يعني ايه 2 من 10؟ ما هي دي درجاته يا باشا، ابنك ما بيذاكرش، وبعدين هي كل حاجه الفلوس عندك. يا مستر ما بقولكش كل حاجه الفلوس، انا بفهمك ان انا بصرف عليه، يعني لازم اشوفه كويس. يا فندم ابنك ما بيذاكرش، ما بيفتحش كتاب، عايز ينجح ازاي؟ ما لازم يجيب 2 من 10، وبعدين حضرتك الزرعه فاسده.